أكيد مشاهدينا باسمكم نرحب بسالم الحج رف نائب المدير العام بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والدكتورة أبرار الموسى المشرف على منصة إنارة الإلكترونية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الله يحييك، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة، وأيضا الأستاذ سالم معي، تسمعني؟ تفضل وياك. الدكتور يعطيك العافية. أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن إطلاق مشروع تعليمي تحت مسمى منصة إنارة، وهذا المشروع هو جزء من برنامج الاستجابة الطارئة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في البداية دكتور سالم، نبي نعرف المشاهدين أو نعرف المشاهدين عن برنامج الاستجابة الطارئة. طبعا مع بداية ظهور الأزمة وعند اتضاح الرؤية بأن هذه الأزمة ستستمر لمدة قد تطول وعلى جميع مناحي الحياة اليومية واليومية الطبيعية بإدارة المؤسسة بتقليص خطتها السنوية لعام 2020، ووضعت خطة طوارئ عاجلة تهدف لدعم ومساندة الجهود الرسمية والأهلية لمجابهة تداعيات الأزمة من خلال تشكيل 4 فرق متخصصة تعمل بالتوازي والتنسيق المباشر مع المؤسسات والوزارات والإدارات الرسمية في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد وجمعيات النفع العام. طبعا في مجال التعليم وهو محور لقائنا اليوم، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لسد العجز الذي كون فراغ تسببت فيه الأزمة ونتج عن توقف الدراسة وأغلاق المدارس والجامعات في الكويت، وذلك بتعاون وتنسيق وثيق مع وزارة التربية. منها على سبيل المثال إنشاء وتجهيز 12 استديو بدعم مباشر من المؤسسة، وذلك لتمكين الكادر التعليمي بالوزارة من تسجيل المادة التعليمية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية جراء توقف الدراسة منذ ما يقارب عطلة العيد الوطني في نهاية شهر فبراير. وقد الحمد لله تم إنجاز أو أنجزت الوزارة تسجيل جميع المناهج المتبقية خصوصا للصف 12، وتم رفعه على منصة الإلكترونية للوزارة التي أطلقتها وأعلنت عنها الأسبوع الماضي. ثاني هذه الأنشطة طبعا إنشاء منصة الهدهد، والتي من خلالها تم عرض جميع الكتب والمطبوعات الثقافية والتعليمية التي تصدرها المؤسسة أو التي تملك حقوق ترجمتها ونشرها مجانا للجمهور كالكتب والمجلات العلمية بجميع فئاتها العمرية للاستفادة منها وملء أوقات الفراغ التي تكونت أثناء وجودنا في المنازل. ولا تقتصر هذه الخدمة على الحدود الجغرافية الكويت، بل يستفيد منها أعداد كبيرة من الناطقين باللغة العربية في دول الخليج العربية والعالم العربي. نعم دكتور، أنا راح أرجع لك أكيد في هذا الموضوع دكتور إذا سمحت لي، لكن تأسيس المنصة اللي موجودة التعليمية من خلال وزارة التربية، هي كانت بالشراكة مع المؤسسة من قبلكم؟ طبعا في تعاون، المؤسسة دعمت الوزارة، لكن المنصة أنشئت بكوادر الفنية بالوزارة. نعم، لكن تأسيس الاستديوهات من قبلكم؟ نعم، تم تقديم دعم لإنشاء الاستديوهات خلال أقل من 10 أيام تم إنجازها وتشغيلها. نعم، أرجع حق الدكتورة أبرار قبل لا ندخل في تفاصيل مشروع منصة إنارة التعليمية، نبي نتكلم بشكل عام عن أكاديمية التقدم العلمي كافاس أكاديمي، لأن منصة إنارة تندرج تحت هذه الأكاديمية. ممكن تشرحي لنا دكتورة شنو هذه الأكاديمية وما الهدف منها؟ صحيح، اولا نشكركم على الاستضافه واعطانا الفرصه لتسليط الضوء على دور الاكاديميه وكذلك منصه اناره. بدايه كيفاس اكاديمي هي احد مراكز المؤسسه، واحنا متخصصين في التعليم الالكتروني وبالذات التعليم الذاتي عبر استخدام التكنولوجيا، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب ووسائل وطرق التدريس الالكترونيه الحديثه اللي تتناسب مع القرن الحالي والميول وتتماشى مع المتطلبات. عندنا بالأكاديمية نسلط الضوء على أو نبني كورساتنا على عدة مساقات جامعية وكذلك مساقات التدريب المهني والتعليم الإلكتروني. تصاميمنا تعتمد أنها تكون تفاعلية
شيقه تجذب المستخدم، واهم شيء انها تكون تتناسب مع معايير الجوده العالميه والمتطلبات المحليه. فاحنا نتمنى ونطمح ان نكون ان شاء الله باذن الله رواد في التعليم الالكتروني عبر الانترنت، وان شاء الله نبرز اهميه ودور التعليم الالكتروني. دكتوره، شلون شفتي رده الفعل من خلال هذه المنصات؟ المنصات هذه الصراحة هي ما كان بداية يعني ما كان عليها الضوء، لكن مع الأزمة هذه صار الوضع تغير والنظرة تغيرت. الكل الحين متجه ويقدر قيمة التعليم الإلكتروني، يعني أحس أن هذا الحين هذا الوقت الحالي اللي الناس تلتفت له، وإن شاء الله يعني راح يعود بالفائدة على المجتمع. الله يعطيك العافية. بنتقل حق الدكتور سالم الحجرف، وزارة التربية عندها منصة دكتور، منصة تعليمية، وحاليا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عندها بعد منصة تعليمية. شنو الفرق بين هاتين المنصتين؟ طبعا المنصتين مكملتين لبعض، ومنذ بدء الأزمة وإلى الآن شكلت المؤسسة والوزارة فريق مشترك لتنسيق الجهود الخاصة بمجابهة الشق التعليمي للأزمة، وعقدت عدة اجتماعات على أعلى مستوى بين الطرفين منذ أوائل شهر مارس الماضي، وكذلك الجهود مركزة في خلال هذا التعاون على خطين زمنيين منفصلين. الخط الأول طبعا تمكين طلبة التعليم العام من استكمال ما تبقى لهم من المنهج الدراسي للفصل الثاني، خصوصا طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج التقييم وتقدير جهاتهم القادمة، سواء قرروا يدرسون داخل الكويت أو خارج الكويت. أما الخط الثاني والأهم فيركز على العام الدراسي 2020-2021 واحتمالية استمرار انتشار هذا الوباء لما بعد شهر فبراير أو أكتوبر، حينها سيكون من الضروري توفير بديل عملي وقابل للتطبيق لتمكين الجهاز التعليمي بالوزارة من مواصلة تقديم خدماته بالتعليم الرقمي والتعليم عن بعد. لذلك منصة الوزارة تعتبر هي المنصة الرئيسية، والمؤسسة تدعمهم بشكل كامل ومباشر. منصة المؤسسة أو منصة إنارة هي تعتبر منصة إثرائية مساندة لأعمال التعليمية اللي تقدمها الوزارة. الله يعطيك العافية، واضحة الفكرة. دكتور أبرار، الحين بنتكلم بشكل تفصيلي عن منصة إنارة، متى اشتغلتوا فيها وشنو الخدمات اللي تقدمها منصة إنارة عشان تتضح الصورة بس للناس؟ أي نعم، بداية تم تدشين وإطلاق المنصة تتبعا نفس ما تفضل الدكتور برنامج الاستجابة الطارئة من قبل المؤسسة، وهو كذلك المبادرة اللي احنا نقودها بأكاديمية التقدم العلمي ان تمكين استمرار التعليم طوال فترة الأزمة. طبعا الأزمة هذه صارت تأثرت منها دولة الكويت والمنطقة والعالم بأجمع. طبعا الهدف من إنارة انه هو نوصل التعليم المجاني الإلكتروني لجميع المراحل التعليمية في دولة الكويت من الصف الأول عندنا لحد الصف الثاني عشر. أهم شيء أن تكون متطابقة مع كتب ومناهج وزارة التربية، وهذه كلها طبعا ثمرة التعاون مع الوزارة بالتأكيد. فالمحتوى الإلكتروني هو مبني على مشاركات عديدة من شركات محلية متميزة هي ساهمت في بناء المحتوى الإلكتروني. طبعا أحب أنوه أن أهدافها أن كان أحد أهدافنا أن نشجع الشباب الكويتي ونشجع الشركات المحلية المساهمة في تلك بناء المنصة، والعديد من المراكز الأخرى مثل مركز الإقليمي للتطوير البرمجيات، المركز الثقافي البريطاني، برنامج العلوم والرياضيات بالمنصة، وكذلك الفيديوهات الأخيرة اللي أنتجتها الوزارة. متى بدأنا العمل بالمنصة؟ تقريبا نهاية شهر 3، وأقدر أقول إنها كانت على مرحلتين أو على جزئين. المرحلة الأولى تم اختيار وانتقاء الشركات بعناية على حسب معايير محددة، أهم شيء إنها تكون متطابقة مع الكتب والمنهج الدراسي من قبل الوزارة، كذلك إن المحتوى التعليمي يكون يعني up to quality وإنه يكون يحتوي على محتوى إلكتروني إثرائي أسلوب مشوق تعود بالفائدة للطلبة. طبعاً هي دكتورة منصة إثرائية تدعم المحتوى أو المادة العلمية لوزارة التربية من خلال منصتهم التعليمية، صح أدل؟
اي بالضبط، نعم هي نعم تدعم المنصه. وشيء ثاني عندنا بالنسبه للمنصه، الجزء الثاني اللي هو الجانب التقني، شلون يعني احنا بلشنا وبنينا المنصه. هي المنصه بصراحه احنا بلشنا فيها من الصفر بايادي، وبصراحه فريق كيفس اكاديمي، من التصميم الى الجرافيك، البرمجه، الاعداد، المحتوى الالكتروني، تصنيف المواد، هذه كلها سويناها محليا عندنا بالاكاديميه. وطبعا كان اهم شيء عندنا جوده التصميم والتشويق، يكون عندنا راعينا تجربه المستخدم. يعني نفس ما قلت لك احنا عندنا من الصف الثاني، من الاول لحد الصف الثاني عشر، واكثر من شركه مشاركه. فيعني لكن تتخيل ان الكميه المهوله اللي فيها، بس ان حاولنا ان بالنسبه حق المستخدم يكون بسيط وسلس سلس. نعم نعم واضح واضح دكتوره. الحين ابيكم تكونون معي عشان نشوف هالتقرير اللي بخصوص الجهات المختلفه التي تعاونت مع منصه اناره، نشوف هالتقرير وبرجع لكم مره ثانيه. دكتور سالم الحجرف، لاحظنا ان منصه اناره تحتوي على مواد تعليميه من جهات مختلفه، بيمز ودرسني وزدني وسراج وكشكول، واعتقد منهاجي والمجلس الثقافي البريطاني. شلون صارت هذه التشكيله وشنو الهدف منها اذا تكرمت؟ طبعا مثل ما سمعتوا من الشباب والبنات الكويتيين اللي عطوا نبذه او يملكون هذه الشركات، احنا كمؤسسه عندنا ايضا بعد وطني لدعم المشروعات الصغيره والشركات الوطنية التي كونت لها حضور بالسوق المحلي، بعضهم ابتداء من 2015 قبل ما نفكر أن يكون في موضوع أزمة مثل كورونا، وعندهم الخبرات الفنية والتقنية اللي مكنتهم من تطوير وإدارة منصات بهذا الحجم. وجاء اليوم الوقت اللي نستفيد منهم، نستفيد من خبراتهم، وأيضا نطورهم ونشجعهم حتى ينمون ويغطون حاجة السوق المحلي بالكويت. وهني يجي دور المؤسسة كحلقة وصل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخلق فرص لتنويع الاقتصاد المحلي بالكويت، وخلق فرص استثمارية محلية. وطبعا مثل ما انت عارف، المؤسسة الكويت التقدم العلمي تأتيها الموارد المالية فقط من الشركات الكويتية المساهمة، تستقطع من أرباحها السنوية 1% تمول فيها المؤسسة، ومن ثم المؤسسة تقوم بصرفها على أنشطتها وبرامجها المختلفة. ومن أهم هذه البرامج طبعا دعم التعليم منذ أكثر من 40 سنة منذ تأسيس المؤسسة. نعم الله يعطيكم العافية، أكيد وتحية للمؤسسة اللي دائما تحاول تدعم التعليم. لكن بنتقل إلى الدكتورة أبرار، منصة عملاقة مثل منصة إنارة، يعني مواد ثرية، ودنا تكلمين عن كيفية استخدام الموقع الإلكتروني وشنو أنسب أو الأفضل طريقة لاستخدام الموقع، شلون الناس ممكن ترتاح وتحس بأريحية عندما تستخدم منصة إنارة بشكل صحيح؟ ما تعتقدين على كثر الزخم اللي موجود من خلال المواد العلمية ممكن الواحد يستصعب استخدامه؟ اي طبعا طبعا، مثل ما قلت لك بداية احنا ركزنا على تجربة المستخدم بالتصميم الالكتروني. فالرحلة طبعا هي فعلا فيها مواد ومحتوى يعني كبير، بس لما بالنسبة حق اليوزر او المستخدم راح يحس ان الرحله بسيطه جدا، مجرد التسجيل في المنصه، اختيار المرحله الدراسيه، من ثم يدخل على المرحله راح يشوف المواد التعليميه، يختار الفصل الاول او الثاني لان احنا مغطين السمسترين، ويختار الدرس. لما يختار الدرس راح يشوف انه تطلع له عده خيارات، الخيارات هذه تبع الشركات اللي مساهمه ومغطيه الدروس راح يظهرون عنده. فالدرس الاول مثلا راح يشوف من كشكول، من المركز الثقافي، من سراج، من الشركات اللي شنو وفرت لنا. الدروس اللي متوفره فيها دروس تفاعليه، في فيديوهات، في طبعا انيميشنز، في شروحات للطلبه، اكثر من اسلوب تعليمي يعني طبعا مغطى. والطالب وولي الامر لهم يعني حريه الاختيار، يشوفون شنو المناسب لهم ويقدرون يبلشون بالتعليم. طبعا احب انوه ان احنا
لا نزال مستمرين في إضافة المحتوى، ولا نزال يعني نطور في المنصة. إيه دكتور عفوا، بس التسجيل متاح للجميع بلا استثناء؟ أي التسجيل متاح لجميع الطلبة، طلبة الكويت كلهم مفتوح لهم جميع المراحل من الأول إلى الثاني عشر. نعم، يعطيكم العافية. دكتور سالم، يعني أكيد بلا شك هناك خطة لتطوير المشروع الوطني للتعليم عن طريق التعاون ما بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كلمنا عن هذا التعاون وما هي المشاريع المشتركة القادمة لتطوير التعليم عندنا بالكويت. شكرا، بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال ودي أكمل على اللي تفضلت فيه الدكتورة أبرار، أن إذا كان في ولي أمر عنده أكثر من طالب في مراحل مختلفة يقدر يسجل الأولاد كلهم على نفس المنصة بنفس استخدام رقم الحساب اللي راح يأسسه ولي الأمر للأولاد. بالإضافة إلى أن في المستقبل القريب راح يتم تطوير هذه المنصة لتتوافق مع استخدامات الآيباد والهواتف الذكية، خصوصا إذا علمنا أن أولادنا كلهم يفضلون استخدام هذه الآلة على الديسكتوب أو اللابتوب الكمبيوتر العادي. عودة لسؤالك اللي تفضل فيه، نعم طبعا أنا أشرت في بداية الحديث للخط الزمني الطويل المدى اللي فيما لو استمرت الأزمة، ولهذا السبب المؤسسة تتعاون بشكل وثيق مع الوزارة لتحسين العملية التعليمية وضمان استمرار أولادنا وبناتنا بتلقي التعليم الذي يستحقونه مهما كانت الظروف في المستقبل اللي صعب الإنسان اليوم يتنبأ فيها. ومن الأمور طبعا اللي خلفتها هذه الأزمة العالمية والتي قد تكون في يوم من الأيام من المحاسن اللي نذكرها لهذه الأزمة، قد قيل سابقا أن من المحن تولد المنح، وقد تكون هناك منحة جميلة تولد من هذه الأزمة لتعليم أولادنا وبناتنا بالمستقبل القريب. من هذه الأمور المتوقعة تحول التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني من خيار ضمن عديد من الخيارات الأخرى متاحة إلى وسيلة تعليم تقليدية يفرضها الواقع الصحي ويمكن الاعتماد عليها، بعد طبعا معالجة أوجه النقص والثغرات التي ستطفو ومتوقع أنها تطفو على السطح عند البدء بتطبيق هذه التقنيات بشكل أوسع. لذلك تسعى المؤسسة للتعاون مع الوزارة لوضع تصور شامل لمشروع وطني لوضع منصة وطنية تعليمية والتي ترتكز على نفس الأركان الثلاثة التي ترتكز عليها وتستند عليها عملية التعليم التقليدي، ألا وهي الطالب والمدرس وولي الأمر. نفس الأركان التي تستند عليها العملية التعليمية التقليدية سوف تستند عليها المنصة التعليمية الوطنية اللي إن شاء الله سترى النور بالقريب العاجل. الله يعطيكم العافية، كل الشكر لك الدكتور سالم الحجرف نائب المدير العام بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والدكتورة أبرار الموسى المشرف على منصة إنارة الإلكترونية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على وجودكم معنا في هذه الليلة. شكرا، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا هذه كانت حلقتنا الليلة في ليالي الكويت، وإن شاء الله مستمرين معاكم دائما لنكون معاكم على مسافة قريبة بيننا وبينك أنت عزيزي المشاهد وبين كافة الجهات الحكومية الموجودة. بإذن الله سننتصر وتزول هذه المحنة. إلى اللقاء.